السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فإن المسلمين مقبلون إن شاء الله تعالى على شهر فضيل، شهر الصوم، شهر رمضان المبارك، وهو شهر المغفرة والرحمة والبر والإحسان، شهر القرآن والعتق من النيران. وما أحوجنا إلى أن نتعلم أحكامه ونعرف آدابه حتى تصح منا هذه العبادة، وحتى نستغل هذا الموسم المبارك للاستزادة من الحسنات وتحسين العادات ورفع الدرجات والإقبال على الخيرات. وسأذكر إن شاء الله تعالى شيئا من الأحكام المتعلقة بصيام رمضان في مسائل حتى يسهل فهمها وتعم الفائدة بها بإذن الله تعالى. فالمسألة الأولى في حكم صوم شهر رمضان: صيام رمضان هو فرض أوجبه الله على المسلمين، بل هو ركن من أركان الإسلام الخمسة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. الحديث أخرجه النسائي. وأجمع علماء الأمة على وجوب صوم شهر رمضان، وهذا مما علم من دين الإسلام بالضرورة، فصار يعرفه الكبير والصغير والعالم والجاهل. المسألة الثانية: الحكمة من وجوب صوم رمضان. أحكام الله سبحانه وتعالى إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وقد اجتمعت المصلحتان الدينية والدنيوية في الصيام. فمن حكم الصوم أولاً تحقيق التقوى في قلب المؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى صفة معنوية راسخة تحمل صاحبها على فعل المأمورات واجتناب المنهيات. وثانيا كسر شهوة النفس وإرغام الشيطان وحفظ الجوارح وتربية المسلم على الإيمان والصدق في أعمال السر. وثالثا تعظيم الثواب وتكثير الأجور ومضاعفة الحسنات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث متفق عليه. رابعا
أن في الصوم نشاطاً للإنسان وصحة للأبدان، وهذا شيء يقر به الأطباء وتشهد له التجربة. خامساً من حكم الصوم تليين قلوب الأغنياء على إخوانهم الفقراء، فعندما يجوع المسلم يشعر بقدر معاناة أخيه المسلم الفقير فيحنو عليه ويبذل له ما يستطيع من الإحسان والصلة، وهذا أمر معلوم مشاهد بحمد الله في رمضان، حيث يرى الواحد منا كثرة الصدقات والمواساة والإنفاق في وجوه الخير في هذا الشهر الفضيل ما لا يراه في بقية الشهور. المسألة الثالثة في خصائص شهر الصوم وفضائله. لشهر الصوم شهر رمضان خصائص ليست لغيره من شهور السنة، فمن ذلك أولاً أنه شهر القرآن، فقد نزل الكتاب العزيز في شهر رمضان كما قال الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والأمر الثاني أنه أرجى الشهور لغفران الذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. انسلخ يعني انتهى الشهر. الحديث أخرجه ابن خزيمة وأصله في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومعنى إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمانا بفرضية الصوم، وإيمانا بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل العظيم وهو غفران الذنب. واحتسابا أي أنه لا يطلب بعمله إلا وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا خوفا من إنسان يعاقبه إذا لم يصم. الأمر الثالث العتق من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رمضان، قال: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. ومعنى العتق من النار أي الخلوص والنجاة من النار فلا يدخلها. رابعا تصفيد الشياطين وإغلاق أبواب النار وتفتيح أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى أقصر يا باغي الشر أقصر، أقصر يعني أمسك عن المعاصي وكف عن فعلها. الأمر الخامس من خصائص الشهر الفضيل أن فيه ليلة العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر، وهي ليلة القدر،
كما قال الله سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث أخرجه النسائي. سادساً، أن العمرة في رمضان تعدل ثواب حجة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. الحديث متفق عليه. المسألة الرابعة في شروط وجوب صوم رمضان. يشترط لوجوب صيام شهر رمضان شروط: أولها البلوغ، أن يكون بالغاً الرجل أو المرأة، فالذي لم يبلغ، الصغير الذي لم يبلغ، لا يجب عليه صوم رمضان، وإنما ينبغي لوليه أن يعوده الصيام، يمرنه على الصيام ولا يكرهه، وإنما يحبب إليه الصيام. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الصوم. والدليل على هذا وعلى الذي قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث الاستطاعة، فالعاجز عن الصوم لكبر السن، شخص طاعن في السن جدا، كبير جدا، ما يطيق الصوم، أو كان عاجزا عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، يعني يستحيل في العادة عند الأطباء أن يشفى منه، يستحيل في العادة أن يشفى من مثل ذلك المرض. إذن الكبير العاجز عن الصوم، والمريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يجب عليهما الصوم، فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ومقدار هذه الفدية نصف صاع، نصف صاع عن كل يوم، نصف صاع يعني ما يساوي اليوم كيلو ونصف من التمر أو البر أو قوت البلد كالأرز أو غير ذلك. وأما إذا كان المريض مرضاً يرجى برؤه، يعني العادة أن مثل هذا المرض يشفى منه الإنسان، لكن كان يضره الصوم، فإنه يفطر إلى أن يصح، يفطر يأخذ بالرخصة إلى أن يصح بدنه، ثم يقضي بعد ذلك، بعد رمضان يقضي الأيام التي أفطرها. وأما الحامل والمرضع إذا كان يشق عليهما الصوم، يعني خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما، خافت الحامل على جنينها والمرضع على رضيعها، فإنهما تفطران وتقضيان، تفطران وتقضيان هذه الأيام بعد رمضان، وليس عليهما فدية على الصحيح من أقوال العلماء، إنما يكفيهما، أعني الحامل والمرضع، يكفيهما القضاء. وأما إذا لم يضرهما الصوم، ولم تخافا على ولديهما، فإنهما يجب عليهما الصوم. وأما المسافر فالسفر رخصة، رخصة من الله سبحانه وتعالى تبيح للمسافر الفطر، فيفطر ثم يقضي بعد رمضان. لكن إن أراد أن يصوم المسافر، يعني سافر وأراد أن يصوم، يعني ما أراد أن يأخذ بالرخصة، فإنه يجوز له،
إذا لم يشق عليه. وإن أراد أن يفطر يفطر فهو مخير، لكن كما قلنا إن شق عليه الصوم وهو مسافر فلا شك أن الأخذ بالرخصة أحسن، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. المسألة الخامسة في شروط صحة الصوم. يشترط حتى يصح الصوم شروط، أولها النية، يعني لا بد أن ينوي، لا تكفيه النية التي في أول الشهر في أول ليلة من رمضان، لا بد أن ينوي كل ليلة، أن ينوي كل ليلة أنه يصوم غدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولا بد كما قلنا أن تكون الليل النية مبيتة من الليل، ما يكفي النية من أثناء النهار، لا بد من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. والنية أمرها سهل، محلها القلب، فلا يتلفظ بها المسلم، ما يقول نويت أن أصوم غدا هكذا بلسانه، لا، ما يصلح هذا، إنما ينوي في قلبه، ينوي يعني يعزم في قلبه أنه يصوم غدا. الشرط الثاني الإسلام، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لقول الله تعالى يعني في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرط الثالث النقاء من دم الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء لا يصح الصوم منهما، بل يحرم الصوم في حقهما، فتفطران وجوبا، يجب عليهما أن تفطرا في رمضان مدة نزول الدم، ثم بعد ذلك تقضيان هذه الأيام بعد رمضان، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. المسألة السادسة في آداب الصيام ومستحباته. الصوم له سنن وآداب ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يعمل بها، فمن ذلك أولاً السحور، وهو سنة مستحبة بإجماع العلماء، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. الحديث متفق عليه. والمستحب في السحور التأخير، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل له: كم كان بينهما، يعني كم كان بين السحور وبين الأذان يعني طلوع الفجر؟ قال: قدر 50 آية. الحديث متفق عليه، يعني بمقدار قراءة 50 آية، وهو زمن يسير. الأمر الثاني تعجيل الفطر، ومعنى تعجيل الفطر أن يبادر الصائم إلى الإفطار عند أول وقت الإفطار وهو غروب الشمس، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الحديث متفق عليه. ومعنى لا يزال الناس بخير يعني لا يزال أمر الناس منتظما على الخير ما داموا مستمسكين بهذه السنة. فأما المؤذن
المؤذن الذي يؤذن، فإن كان هناك من يترقب أذانه لكي يفطر فإنه يبادر إلى الأذان قبل أن يفطر، يؤذن أولاً ثم يفطر، لأن الناس يترقبون أذانه ويفطرون إذا سمعوا الأذان، فيؤذن أولاً حتى لا يتأخر الناس عن الإفطار. وأما إذا كان الناس لا ينتظرون أذانه ولا يترقبونه كما لو كان في سفر مع جماعة، أناس من أقاربه أو أصدقائه كانوا في طريق السفر وهم سوف يفطرون معه ولن يترقبوا أذانه، فحينئذ له أن يفطر ثم بعد ذلك يؤذن، لأن الأمر يسير فهم قريبون منه معه حاضرون. وكذلك من باب أولى إذا كان وحده في السفر ودخل الوقت فلا بأس أن يفطر ثم بعد ذلك يؤذن. الأمر الثالث الإفطار على رطب أو تمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي. الأمر الرابع الدعاء عند الإفطار. فقد روي في الحديث: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس المواظبة على قراءة القرآن وعلى البر والإحسان والصدقات وغيرها من القرب والطاعات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. الحديث أخرجه البخاري. الأمر السادس البعد عن الرفث والفحش في الكلام وسائر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الحديث أخرجه البخاري. الأمر السابع الإعراض عن الجاهلين. فإذا سبه أحد الناس أو أراد العراك فليعرض عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فليقل إني صائم إني صائم، يعني ذكرها مرتين، فيقولها إما في نفسه أو بلسانه، وقيل يقول إحداهما في نفسه والأخرى بلسانه، ولعل تكرار ذلك لأجل الحث لأجل حثه وترغيبه على أن يعرض عن ذلك الذي سبه. المسألة السابعة في مفسدات الصوم. هناك محظورات في الصيام، لو فعلها المسلم أثناء صومه فإنه يبطل صومه. فمن ذلك الأكل والشرب عمدا، فمن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا
عالما من غير عذر فقد ارتكب ذنبا عظيما، فعليه الندم والتوبة وعليه القضاء. لابد يجب عليه التوبة لأنه ارتكب ذنبا، وعليه أن يقضي ذلك اليوم. أما ما ورد من الأحاديث التي فيها أن من أفطر من غير عذر لا يقضيه صيام الدهر، فهذه أحاديث ضعيفة جدا، والصحيح أن هذا الذي فعله معصية وذنب عظيم، فعليه بالتوبة والقضاء. الأمر الثاني من مبطلات الصوم الجماع، وهو أشدها، فمن جامع في الفرج فقد ارتكب محظورا، فعليه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده، أي اليوم الذي جامع فيه، وعليه أمر ثالث وهو الكفارة المغلظة. والكفارة هي عتق رقبة، يعني أن يشتري عبدا أو أمة ويعتقه، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. الأمر الثالث من مفسدات الصوم إنزال المني عمدا باستمناء أو مباشرة لزوجته أو تقبيل أو ملاعبة ونحو ذلك، فهذا أيضا يأثم وعليه القضاء. وأما إنزال المني بالاحتلام، يعني لو نام في نهار رمضان ثم احتلم، أي أنزل وهو نائم، فإنه لا يفطر، لا يفطر الصائم، لأنه وقع بغير اختياره، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأما إنزال المني بالتفكير دون عمل، دون استمناء ودون نظر إلى شيء تشتهيه نفسه، وإنما بمجرد التفكير في الجماع، فإذا أنزل بمجرد التفكير فهي مسألة خلافية بين العلماء، ولعل الصحيح والله أعلم أنه لا يكون مفطرا، وهو قول جماهير العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه. الأمر الرابع من مبطلات الصوم خروج دم الحيض أو النفاس، فالمرأة إذا رأت الحيض أو النفاس بطل صومها، بل حرم في حقها الصوم، وعليها الإفطار، وعليها القضاء بعد رمضان. الأمر الخامس التقيؤ عمدا، التقيؤ يعني إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب، التقيؤ عمدا، فإذا أخرج الصائم ما في بطنه من طعام أو شراب عن طريق الفم فإنه يكون مفسدا لصومه. فأما إذا خرج منه القيء بلا قصد، بلا قصد خرج منه من غير أن يتعمد ذلك، فهذا لا يكون مفطرا. الأمر السادس الإبر المغذية، الإبر المغذية تفطر الصائم لأنها في معنى الطعام والشراب. والأمر السابع قطرة الأنف إذا وصلت القطرات إلى المعدة، فإذا وصلت القطرة إلى المعدة عن طريق الأنف فإنها تفطر. والأمر الثامن من مبطلات الصوم السعوط، وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف من غذاء أو دواء. والأمر التاسع من مبطلات الصوم الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والعاشر
من مبطلات الصيام إذا نوى الفطر جازما غير متردد، إذا نوى الصائم قطع صومه نية جازمة بلا تردد فسد صومه، حتى لو ما أكل ولا شرب، لكن في نفسه نوى قال خلاص لن أكمل اليوم، لن أصوم، أنا فاطر. لو نوى هكذا في نفسه من غير أن يتردد فإنه ينقطع صومه، يبطل صومه. فأما إذا تردد، ومعنى أن يتردد يعني يقول في نفسه هل أكمل، يعني جاء مثلا وقت العصر وقال هل أكمل صومي أو أفطر، مثلا كان مسافرا وصام، ولما جاء العصر قال هل أخذ بالرخصة وآكل أو أكمل صومي، لازال مترددا. أو مريض السكري مثلا رأى في نفسه نشاطا وقوة فصام، فلما جاء العصر بدأ يحس ويشعر بأعراض هذا المرض فتردد في نفسه أكمل إلى المغرب وأكمل صومي أو أقطع صومي. إذا لازال في حالة تردد فالصحيح أنه لا ينقطع صومه، صومه صحيح، لا ينقطع صومه إلا بنية قطع الصوم الجازمة. الحادي عشر من مفسدات الصوم شرب الدخان والعياذ بالله تعالى. فإذا شرب الدخان في نهار رمضان فإنه أولا يأثم بشربه لأنه محرم، والأمر الثاني أنه يأثم بإفساد صومه فهذا إثم آخر، فعليه أن يقضي بعد رمضان. وهذه التي ذكرناها، هذه المفطرات لا تكون مفطرة للصائم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالوقت، فأما الجاهل فمعذور. والشرط الثاني أن يكون ذاكرا لصومه غير ناس، فأما إذا نسي فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشرط الثالث أن يكون مختارا، يعني فعل هذا المفطر باختياره، فأما إن كان مكرها لو أكره على هذا إكراها فإنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك. وهناك أمور قد يظنها بعض الناس أنها من مفسدات الصوم وهي ليست كذلك، فمن ذلك قطرة العين، القطرة في العين لا تفطر. ثانيا بخاخ ضيق التنفس لا يفطر. وثالثا التحاميل في الدبر أكرمكم الله فإنها لا تفطر. والرابع إبرة الوريد أو العضل التي للتداوي، وكذلك إبرة البنسلين والإنسلين، فكل هذه هي للتداوي وليس للتغذي فلا تفطر، بخلاف التي للتغذية فإنها تفطر كما مر معنا. الأمر الخامس إذا جرح الصائم ونزف الدم بدون اختياره فإنه لا يفطر بذلك. وسادسا الرعاف وهو خروج الدم من الأنف فإنه لا يفطر. السابع بنج الأسنان وخلع الضرس لا يفطر إذا لم يبتلع الدم أو لم يبتلع هذا الدواء البنج، يعني إذا لم يبتلعه فإنه لا يفطره. ثامنا تحليل الدم، تحليل الدم لا يفطر أيضا. والتاسع المرهم الذي يوضع على الجلد أو يوضع على الشفتين للترطيب بشرط أن لا يبتلعه، إذا وضعه على الشفتين لترطيب الشفاه اليابسة الناشفة بشرط أن لا يبتلعه فإن هذه المراهم لا تفطر. وكذلك سائر الأدهان التي توضع على البدن أو التي توضع على الرأس إذا ادهن بشيء فإن الدهن لا يفطر،
العاشر الغرغرة في الفم بماء أو دواء فإنه لا يفطر به، لكن الأحسن ألا يفعله إلا عند الحاجة خشية أن يسقط شيء منه إلى جوفه، لأنه لو سقط منه شيء وكان يستطيع أن يتحرز منه فإنه يفطر بذلك. أما إذا سقط منه شيء من الماء أثناء الغرغرة أو المضمضة مثلا، سقط إلى جوفه من غير تعمد وقد تحرز لذلك، فإنه لا يفطر بذلك. الحادي عشر من الأمور التي لا تفطر أيضا المكياج والكحل، المكياج الذي تستعمله المرأة والكحل فإنهما لا يفطران. والأمر الثاني عشر استعمال الفرشاة والمعجون، لا يفطر إذا طرح ما في فمه ونقى فمه من أثر هذا المعجون، فلم يسقط إلى جوفه شيء من المعجون أو الدم لو نزل منه دم، لكن الأحسن أن يترك ذلك، يعني الأحسن أن يؤخر استعمال الفرشاة والمعجون إلى بعد وقت الإفطار. الثالث عشر منظار المعدة، فمنظار المعدة لا يفطر إلا إذا كان عليه دهن ونحوه ووصل إلى المعدة فإنه يفطر بذلك. الرابع عشر استنشاق الفكس ونحوه وشم العطور وشم رائحة البخور أو رائحة الشوي مثلا والطبخ، رائحة دخان الحطب، مجرد الرائحة فقط، مجرد الرائحة إذا شمها الصائم فإنه لا يفطر بذلك. فأما إذا وصل إلى جوفه شيء من البخور، يعني لو فرض أنه أتى إلى المبخرة ووضع أنفه على هذا البخور الذي يتصاعد منها فسار يستنشقه حتى وصل إلى جوفه فإنه يفطر لأن له جرما يصل إلى المعدة فيكون مفطرا. أما مجرد الرائحة، بخور كان في الغرفة وشم رائحته، ومثله يقال في رائحة دخان الحطب، ومثله في دخان القدر، قدر فوق الطعام فوق النار ونحو ذلك. الخامس عشر بلع الريق، إذا بلع ريقه فإنه لا يفطر ببلع الريق. والسادس عشر بلع البلغم، إذا كان في حلقه لم يصل إلى فمه فإنه لا يفطر بذلك. السابع عشر تذوق الطعام باللسان فقط دون ابتلاعه، لأن المرأة تحتاج أحيانا في المطبخ إلى أن تتذوق الطعام، وكذلك الذي يطبخ في المطاعم أو شخص يطبخ لنفسه فإنه يحتاج أن يعرف هل الطعام نضج أو لا، ويعرف ملوحته أو عدم ملوحته ونحو ذلك، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. فإذا تذوقه الرجل أو المرأة بمجرد اللسان فقط ثم ألقاه من فمه فإنه لا يفطر بذلك. فأما إذا ابتلعه عمدا فإنه يفطر بذلك، فعليه أن يتحرز في هذا. الأمر الثامن عشر خروج المذي، خروج المذي ليس كخروج المني، مر معنا أن خروج المني يبطل الصوم، أما المذي فخروجه لا يبطل الصوم. والمذي هو السائل اللزج الشفاف الرقيق الذي يخرج من الإنسان عند المداعبة أو عند التقبيل مثلا أو عند التفكير في الجماع، وقد يخرج منه وهو لا يشعر، ولا يحصل بخروجه انقطاع للشهوة، فهذا يسمى المذي. أما المني فلا، المني يخرج دفقا ويكون أبيض ويخرج كثيرا دفقا وتنقطع به الشهوة، هذا الفرق بينهما. التاسع عشر الاستحمام،
أو الانغماس في الماء فإنه لا يفطر بذلك، لكن عليه أن يتحرز من أن يصل شيء من الماء إلى جوفه. فمثل هذه الأمور الأحسن أن يجتنبها الإنسان، أعني الاستحمام أو السباحة، يعني أن يجتنبها إلا عند الحاجة. العشرون السواك، فالسواك لا يفطر به الصائم، وهو سنة للصائم كما هي سنة لغيره. والصحيح من أقوال العلماء أن السواك يشرع للصائم في كل يومه من أول النهار إلى آخره، لأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يستحب السواك أول النهار ويكره آخر النهار. لا، الصحيح أنه يستحب في كل وقت. الحادي والعشرون الغبار، إذا دخل من أنفه أو فمه إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك. الثاني والعشرون التجشؤ، التجشؤ لا يفطر به الصائم. التجشؤ هو صوت يخرج من الإنسان إذا امتلأت معدته من الهواء، الناس يسمونه التكريع. فهذا التجشؤ أو التكريع هو بمجرده خروج هذا الصوت لا يفطر به الصائم، لكن إذا خرج معه طعام، إذا خرج وصل إلى فمه شيء يسير من الطعام وهو الذي يسميه الفقهاء بالقلس، فإذا وصل إلى فمه يجب عليه أن يطرحه ويلقيه من فمه، يجب عليه ولا يبتلعه. فإن ابتلعه عمدا عالما بذلك بأنه مفسد للصوم فإنه يفسد صومه. وأما إذا وصل هذا القلس، يعني هذا الطعام اليسير أو الشراب، إذا لم يصل إلى مكان يمكن طرحه وإلقاؤه، يعني ما وصل إلى الفم، لا زال في المريء، ثم عاد إلى مكانه في جوفه يعني في المعدة، فإنه لا يفطر بذلك. الثالث والعشرون التخدير، التخدير لا يفطر الصائم، لكن إذا كان طول يومه تحت التخدير، بمعنى أنه خدر، أعطاه الأطباء هذا البنج التخدير هذا قبل أذان الفجر، ثم استمر يعني في تحت التخدير تحت أثره لا يشعر بشيء إلى أذان المغرب، فمضى عليه يومه كله تحت التخدير لم يصح صومه، لأن شرط الصوم كما مر معنا النية، وهذا لا نية له. فأما إذا أفاق في النهار من أثر البنج هذا، بنج التخدير، إذا أفاق ولو جزءا يسيرا من النهار فإنه يصح صومه، إذا أفاق ولو جزءا يسيرا من يومه فإنه يصح صومه. ونختم الحديث إن شاء الله بذكر مسائل متفرقة يحتاج المسلمون إلى معرفتها في شهر رمضان. فمن ذلك المرأة، هل يصح لها أن تستعمل الحبوب التي تمنع نزول الحيض؟ تقول أريد أن أصوم وما أريد أن أقضي، فأستعمل هذا الدواء حتى يمنع خروج الدم وأصوم مع الناس كل رمضان، هل يجوز لها ذلك؟ الجواب نعم، من حيث الجواز يجوز لها إذا لم يحدث هذا الدواء ضررا عليها، فأما إن أضرها لا تستعمله، مع أن الأفضل للمرأة أن تبقى على طبيعتها وأن ترضى بما كتبه الله على نساء بني آدم، فتفطر أيام حيضها وتقضي بعد ذلك. الأمر الثاني المستحاضة، والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض دم طبيعة يصيب النساء كلهن، وأما دم الاستحاضة فهو دم عرق ومرض يخرج من المرأة، فهو دم مرض. فالمستحاضة يجب عليها الصوم والصلاة،
فصومها صحيح، وهي كالطاهر، حكمها حكم الطاهر في كل شيء، فبخلاف الحائض. الأمر الثالث، إذا أصبح المسلم وهو جنب فهل صومه صحيح؟ الجواب نعم، يعني جامع أهله في الليل ثم أذن عليه الفجر وهو جنب ما اغتسل بعد، فهل صومه صحيح؟ الجواب نعم، يغتسل ويصوم، لكن عليه أن يبادر إلى الغسل حتى يدرك الصلاة وحتى يصلي مع الجماعة. وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس قبل الفجر ولو بلحظة، ولو بلحظة، ثم طلع عليها الفجر، فإنها تصوم فتمسك عن الطعام والشراب حتى لو كان اغتسالها بعد طلوع الفجر. الأمر الرابع، إذا غربت الشمس وهو لا يزال على الأرض أو في الطائرة ولم تقلع الطائرة بعد، فغربت الشمس فأفطر ثم صعد الطائرة وأقلعت الطائرة فرأى الشمس، فهل يمسك؟ الجواب لا، لا يمسك مع أنه يرى الشمس، والسبب أنه قد أتم صوم يومه ذلك، صومه قد أتمه، غربت عليه الشمس وأفطر تم صومه، فلا يجب عليه إمساكان اثنان. الأمر الخامس، المرض الذي يبيح للمسلم الفطر في رمضان هو المرض الشديد، يعني المرض الذي يزداد تأثيره عليه بالصوم، بمعنى لو صام يكون الضرر عليه أكثر أو يؤخر الشفاء. فأما المرض الخفيف فلا يبيح الفطر، يعني عنده صداع مثلا أو عنده سعال خفيف، كحة خفيفة، فهذا لا يبيح الفطر. الأمر السادس، إذا ابتدأ الصيام وهو لا يزال مقيما ثم سافر فهل له الفطر؟ يعني كان مقيما وصام مع الناس ثم أنشأ سفرا فسار مسافرا في وقت الظهر مثلا أو العصر، فهل له أن يفطر وقد ابتدأ صومه مقيما؟ فنقول الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له الفطر، يجوز له أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك هذا اليوم. السابع، إذا وصل المسافر إلى بلد، إذا وصل المسافر في رمضان إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام، وصل إلى بلد ونوى أن يقيم في هذا البلد أكثر من 4 أيام، فإنه يجب عليه الصيام لأنه مقيم. فأما إذا نوى أقل من هذا العدد من الأيام فإنه يجوز له أن يفطر هذه الأيام. الثامن، النفساء إذا طهرت من الدم قبل 40 يوما، نفست وبعد 30 يوما مثلا طهرت من الدم، فهل يجب عليها الصوم؟ الجواب نعم، تغتسل وتصوم وتصلي. طيب لو جاوزت 40 والدم لازال ينزل، يعني مكثت النفساء 40 يوما وبعد 40 ما انقطع الدم استمر، فنقول حكمها حكم المستحاضة، فحينئذ يجب عليها أن تصوم، تغتسل يعني وتصوم وتصلي. التاسع، إذا أكره الرجل امرأته على الجماع، أكرهها بالقوة على أن يعاشرها فجامعها، فإنه يفسد صومها. على الصحيح من أقوال العلماء أنه يفسد صومها، لكن ليس عليها الكفارة وليس عليها الإثم، وليس عليها إثم، إذن لا تأثم ولا يجب عليها الكفارة الذي هو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. لكن إذا أكرهها زوجها على الجماع فيجب عليها أن تدافعه، هذا يجب عليها وجوبا، لا طاعة لمخلوق
في معصية الخالق فتجتهد في مدافعته قدر الإمكان. لكن إن كانت مطاوعة، يعني أراد الجماع فطاوعته على ذلك ورضيت، فإنها تأثم وعليها القضاء وعليها الكفارة الكبرى. بمعنى إذا جامع أهله تجب عليهما كفارتان اثنتان، واحدة على الزوج والأخرى الكفارة الأخرى على الزوجة. عاشراً، المرأة الحامل إذا أسقطت جنينها، إذا أسقطت إسقاطاً، فنقول إذا تبين في هذا السقط، إذا تبين فيه خلق الإنسان كالأرجل والأيدي والرأس مثلاً، يعني تبين فيه ملامح الإنسان، فإنها تعد نفساء، فحينئذ يحرم في حقها الصوم وتقضي ما أفطرته من الأيام بعد رمضان. فأما إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان، يعني لا زال قطعة لحم أو قطعة دم، فإنها تكون مستحاضة، حكمها أنها مستحاضة، فيجب عليها أن تصوم وتصلي. الحادي عشر، إذا أكل أو شرب وهو يظن بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فما الحكم؟ يعني في آخر الليل وصار يأكل ويشرب ويظن أنه باقي لازال، أحيانا يخطئ الإنسان، مثل هذا يقع أحيانا، فيظن أن الفجر ما طلع بعد فظل يأكل ويشرب، ثم تبين له أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، فنقول صومه صحيح، يعني يجب عليه أن يمسك حالا فورا ويمسك يعني بقية يومه، وصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. فأما عكس هذه المسألة، عكس هذه المسألة، وهي ما إذا أفطر يظن أن الشمس قد غربت، وهي ما غربت، يظن أن الشمس غربت وهي ما غربت، فهل يصح صومه؟ الجواب لا، لا يصح صومه، فيكون مفطرا، وحينئذ غلطه يرفع عنه الإثم فقط لا يرفع عنه القضاء، يعني غلطه يرفع عنه الإثم ما يأثم، لكن عليه القضاء، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، طلعت يعني ظهرت عند الغروب، لكنها ظهرت بعد أن انقشع الغيم، ذهب السحاب، ظهرت لهم الشمس. قال هشام وهو راوي الحديث: فأمروا بالقضاء. الحديث أخرجه البخاري، قال فأمروا يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضوا ذلك اليوم. الأمر الثاني عشر: التبرع بالدم، التبرع بالدم لا يبطل الصيام، وكذلك إذا سحب منه الدم لأجل التحليل كما مر معنا لا يبطل صومه. الثالث عشر: إذا أعطي للمريض غاز الأكسجين لأجل التنفس فإنه لا يفطر بهذا، لأن هذا ليس طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام والشراب. رابع عشر: الغسيل الكلوي، الذي عنده غسيل كلوي، هل يفطر بالغسيل؟ إذا غسل الكلى هل يفطر بذلك؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، ولا شك أن الأحوط أن هذا المريض يؤخر إذا استطاع، يؤخر غسيل الكلى إلى ما بعد الإفطار خروجا من الإشكال، لأن الخلاف قوي في المسألة هل يفطر بغسيل الكلى أو لا، فالأحسن أن يؤخر غسيل الكلى إلى بعد الإفطار ويبرئ ذمته. الخامس عشر: الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية فإنها لا تفطر الصائم، بشرط ألا يبتلع شيئا يتحلل منها، أن يطرحه من فمه،
فلا يصل إلى جوفه شيء فإنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك. السادس عشر: من وجب عليه قضاء فأخره إلى رمضان الثاني. واحد رجل أو امرأة وجب عليه قضى بعض أيام من رمضان، فصار يؤخر يؤخر ويتكاسل إلى أن دخل رمضان السنة التي بعدها، فيجب عليه مع القضاء الفدية، يعني يجب عليه شيئان: أن يقضي هذه الأيام التي وجبت في ذمته، والأمر الثاني الفدية، والفدية أن يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريبا من الحب أو التمر أو الأرز ونحو ذلك. السابع عشر: من وجب عليه قضاء من رمضان فمات قبل أن يقضي، كان عليه أيام يجب عليه أن يقضيها لكنه مات قبل أن يقضي، فإنه يصوم عنه وليه، أي قريبه الوارث له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحديث متفق عليه، وهذا خبر بمعنى الأمر: صام عنه وليه، أي فليصم عنه وليه. إلا أن هذا الأمر هو أمر استحباب، يعني ما يجب على الورثة أن يصوموا عن ميتهم وجوبا، وإنما يستحب، هو الأحسن لا شك والأفضل، ولهم أجر في هذا. وإنما لم يجب عليهم الصيام لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والولي هنا المراد به كما قلنا هو الوارث الذي يرث الميت، لكن لو صام عنه أي إنسان أجزأه، يعني أولى من يصوم عنه وليه، لكن لو أن شخصا آخر قريب آخر بعيد أو صديق له صام عنه فإنه يجزئ، أي شخص يتبرع بالصوم عن الميت يجزئ. فإذا لم يصم عنه أحد، يعني علموا أن على ميتهم صياما فلم يصم عنه أحد، فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا من تركة الميت، يخرجون من تركته عن كل يوم أطعام مسكين نصف صاع. الأمر الثامن عشر: العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. مر معنا أنهما يفطران ويفديان عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع. وقت الفدية، السؤال هنا يعني ما هو وقت الفدية؟ يعني مثلا هذا الكبير الطاعن في السن أو مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، قلنا عليهما الفدية، يطعمان عن كل يوم مسكينا، لكن متى يخرجان؟ هل يأتيان أول الشهر ويقولان نطعم عن 30 يوم؟ لا، ما يصلح هذا، ما يصلح، وإنما يطعمان كل يوم بيومه، كل يوم بيومه، أو في اليوم الذي يليه، أو في آخر الشهر، يعني إما في اليوم نفسه يطعم، أو في اليوم الذي يليه أو بعد يومين، أو يجمعها في آخر الشهر شهر ويطعم 30. فأما أن يخرجها من أول الشهر فلا يصح، لأن السبب لم يحصل بعد، والشيء الحكم لا يتقدم على سببه. التاسع عشر: الرجل الكبير في السن الذي دخل حد التخريف، يعني الرجل الخرف، فإن كان فقد إدراكه بالكلية، يعني ما يدري ما الصوم ولا الصلاة، ما يعرف شيئا، فهذا لا يجب عليه صوم أصلا. الرجل الخرف لدخل حد التخريف لكن لا يرجع إليه عقله أبدا، يعني ليله ونهاره لا يدرك شيئا، ما يدري ما معنى الصوم ولا الصلاة ولا غير ذلك، فهذا لا يجب عليه الصوم أصلا، يرتفع عنه التكليف، قياسا على المجنون، وقد مر معنا رفع القلم عن 3.
فلا يجب عليه صوم، ولا يجب عليه على أوليائه أن يطعموا عنه. لا يجب عليه صوم، ولا يجب على أوليائه أن يطعموا عنه. لكن إن كان يفقد الذاكرة أحياناً وترجع إليه الذاكرة أحياناً، لكنه لا يقوى على الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً بمقدار نصف صاع من قوت البلد. العشرون، إذا قال إذا كان غداً من رمضان فأنا صائم. المسلم إذا جاء عند الليلة التي اليوم التي بعدها إما 30 شعبان أو 1 رمضان، ثم نام مبكرا، هذا الذي نام ما يدري هل غدا من رمضان أو أنه سوف يكون من شعبان، فماذا قال في نفسه؟ قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. فهل يصح صومه؟ يعني هو ماذا يقول في نفسه؟ إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان غدا من شعبان فأنا مفطر. فالصحيح من أقوال العلماء أن صومه صحيح، لأن هذا التردد في النية إنما هو تردد مبني على تردد في ثبوت الشهر، بخلاف من أيقن أن غدا من رمضان، مثل لو أكملوا شعبان 30 فغدا قطعا سوف يكون الأول من رمضان، فقال غدا إما أنني أصوم أو لا أصوم، هل تصح النية هذه؟ ما تصح، لأنه تردد فيها، والنية لا بد فيها من الجزم والقطع، يعني أن يجزم ويعزم عزما أكيدا أنه سوف يصوم غدا إن شاء الله. وضحت الصورة الأخيرة؟ وضحت المسألة الأخيرة أو أعيدها؟ وضحت الجميع؟ طيب، 21، يحرم يوم صوم يوم الشك على الصحيح من أقوال العلماء. صوم يوم الشك الذي هو 30 من شعبان، الصحيح أنه محرم، أن صومه محرم، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك الناس به فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد الحديث أخرجه 4. فإذا وافق ذلك اليوم، يوم 30 من شعبان، إذا وافق صوما اعتاده المسلم، مثل أن يكون يصوم، كان يصوم 2 والخميس، فوافق 30 من شعبان 2 أو 5، فهل يجوز أن يصومه؟ الجواب نعم، يصومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر، يعني شهر رمضان، لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، الحديث أخرجه الترمذي. 22، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لا شك أنهما سنة مستحبة في الوضوء، المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة، فأما الصائم فإنه تكره له المبالغة، تكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق، خشية أن يسقط شيء من الماء، أن ينزل شيء من الماء إلى جوفه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، الحديث أخرجه 5. والحديث وإن ورد في الاستنشاق لكن تقاس عليه المضمضة لأن المعنى واحد. 23، تقبيل الرجل لامرأته وهو صائم، الأصل فيه الجواز لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن الجواز في حق من يملك شهوته ويقدر على ضبط نفسه، فأما الشاب
أو الكبير الذي له شهوة زائدة ولا يأمن نفسه من الوقوع في المحظور وهو الجماع أو وقوع إنزال، فإنه تكره في حقه خشية أن يقع في الجماع أو يقع في الإنزال، وهما محرمان مفسدان للصوم كما مر معنا. الرابع والعشرون، الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن. الحائض والنفساء تقرأان القرآن، وإنما الممنوع في حقهما مس المصحف. مس المصحف هو المحرم في حقهما، وأما مجرد القراءة بنظر أو غيب فإنه يجوز. فأما إذا كانت الحائض أو النفساء إذا كانت تقرأ من الجوال أو من الجهاز الحاسب الآلي الكمبيوتر ونحوهما من الأجهزة المعاصرة، فإنه يجوز للحائض والنفساء أن تمس هذه الصفحات، لأن هذه الصفحات التي على الجوال صفحات المصحف، هذا الجهاز ما يسمى مصحفا، إنما هي مجرد ذبذبات تطرأ وتزول ولا يسمى مصحفا، فهي ليست أشياء ثابتة، فيجوز أن بيدها أن تقلب صفحات المصحف في الجوال والكمبيوتر. الخامس والعشرون، إذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء النهار فهل يلزمهما إمساك بقية اليوم؟ الحائض أو النفساء جاء الطهر من الدم في أثناء الصوم، يعني وقت الظهر مثلا أو وقت العصر، فهل يلزمهما أن يمسك بقية اليوم؟ قولان للعلماء، والصحيح والله أعلم أنهما لا يلزمهما الإمساك، ويجوز لهما أن يأكلا ويشربا بقية اليوم. فأما قضاء ذلك اليوم فإنه واجب في حقهما، سواء أمسكتا بقية اليوم أو لم تمسكا. السادس والعشرون، إذا أفطر لأنه مسافر، يعني رجل كان أو امرأة كان مسافرا فأفطر ثم قدم إلى بلده ووصل بيته نهارا، فهل يمسك بقية يومه؟ وصل إلى داره صار مقيما في أثناء النهار، فهل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ قولان للعلماء، والصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم لعدم وجود دليل صحيح يوجب عليه الإمساك، وحينئذ له أن يأكل ويشرب بقية يومه وعليه لا شك أن يقضي. السابع والعشرون، المغمى عليه هل يصح صومه؟ من أصابه إغماء هل يصح صومه؟ فهذا حكمه حكم ما ذكرناه في من وقع تحت التخدير بالبنج، فإن كان الإغماء يستوعب كل اليوم، يعني أغمي عليه قبل طلوع الفجر واستمر إغماؤه إلى بعد غروب الشمس، فإن صومه لا يصح، لا يصح لعدم وجود النية، وعليه أن يقضي ذلك اليوم. وأما إذا أفاق من إغمائه في أثناء الصوم ولو جزءا يسيرا من اليوم فإنه يصح صومه، وعليه أن يكمل الإمساك بقية اليوم ولا شيء عليه. الثامن والعشرون، إذا دميت لثة الصائم، إذا دميت أي خرج الدم من اللثة وهو صائم، فعليه أن يبصق هذا الريق الذي اختلط بالدم، فيبصق أكرمكم الله إلى أن يصفو ريقه من الدم ثم يتمضمض ليطهر فمه، فإن دخل إلى جوفه شيء من الدم بغير قصد فإن صومه صحيح إن شاء الله تعالى. التاسع والعشرون، المريض الذي يشق عليه الصيام إذا اختار أن يصوم، هو مريض وقلنا أن الرخصة في حقه أنه يفطر، لكن قال أريد أن أصوم فترك الرخصة وصام،
ثم بدا له في أثناء النهار أن يفطر، يعني في نصف النهار مثلا قال لا أريد أن أفطر، فإنه يجوز له، يجوز له أن يفطر لعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. 30 إذا قال الأطباء للمريض: مرضك لا يرجى برؤه، يعني شهد الأطباء العارفون بأن هذا المرض لا يرجى شفاؤه، يعني في العادة أنه يستمر بالإنسان طول عمره ولا يرجى شفاؤه منه. سبق معنا أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا أطعم عنها مثلا، جلس في رمضان 10 أيام مثلا وصار يطعم عن هذه الأيام، ثم شفي والله قادر على كل شيء فشفاه الله وقوي على الصيام، فهل يقضي الأيام السابقة التي أخرج عنها؟ فالجواب لا، لا يقضيها، لأنه بالإطعام قد برئت ذمته، وإنما يجب عليه أن يصوم بقية الأيام. هذا والله أعلم. اللهم يا بر يا رحيم يا رحمن يا كريم، أسألك بكل اسم هو لك أن تبلغنا شهر رمضان، وأن تعيننا فيه على الصيام والقيام والطاعة التي ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وتقبل صالح أعمالنا، وأصلحنا جميعا يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.